تعلم كهرباء السيارات من الصفر حتى الاحتراف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. حلقة مهمة جدا هنتعلم فيها كهرباء السيارات للمبتدئين من الصفر إلى الاحتراف، وعايزك تركز معايا في آخر الحلقة في سؤال. السؤال ده مهم جدا، هعرف منه إذا كانت المعلومات وصلت لك أو لا. وكمان ما تنساش في التعليقات تقول لي لو في حاجة أنت محتاجها هجاوبك ورد عليها. يلا بينا. من أول ما تفتح كبوت السيارة، أول ما هتفتح كبوت السيارة هتلاقي حاجة مهمة جدا، وأول شيء بيقابلك البطارية. البطارية هي المصدر الرئيسي للطاقة أثناء توقف السيارة، أو هي اللي بتغذي السيارة لحظة البدء. لما بتيجي تدور السيارة بيبقى مفيش كهرباء، هتيجي الكهرباء منين أو الطاقة منين؟ بتيجي من البطارية اللي هي مخزنة للطاقة، عشان بعد كده تبدأ تشغل المحرك وتشغل الأجزاء الداخلية وأي شيء بيشتغل بالكهرباء. أول ما هتشوف البطارية هتلاقي الطرف الموجب خارج منه أطراف، الأطراف دي زي ما انت شايف كده أطراف رئيسية، عادة بيبقوا 3 أو 4 حسب التصميم. الأطراف دي رايحة فين؟ الأطراف اللي باللون الأسود دي المفروض طبعا تبقى باللون الأحمر. المصطلح على إن الكهرباء باللون الأحمر والسالب أو الموجب باللون الأحمر والسالب بيبقى باللون الأسود. هنا هنلاقي الكابلات الرئيسية باللون الأسود. طب رايحة فين الكابلات دي؟ وقبل ما نروح للكابلات هنروح للبطارية. البطارية بشتريها بثلاث حاجات رئيسية. الأرقام الأساسية وأهم ثلاث أرقام هتقابلني هو جهد البطارية. هلاقي هنا بطارية 12 فولت، طبعا في 12 وفي 24 حسب السيارة. الشيء الثاني المهم جدا هلاقي الأمبير ساعة، كاتب لي اهو معدل 20 ساعة، ده أمبير البطارية أو الساعة الخاصة بالبطارية اللي هي 40 أمبير. هطلع فوق هلاقي عندي رقم مهم جدا اللي هو 240، ده طاقة التدوير البارد أو السعة الخاصة بالبطارية اللي من خلالها بتقدر البطارية تدور السيارة، وده رقم مهم جدا. كلما علي الرقم ده زاد سعر البطارية، وبيدل الرقم ده على ان البطارية أصلية أم لا. لما بتيجي تفحص عن طريق جهاز فحص البطاريات، لو طلع معاك السي سي اي نفس الرقم ده أو أعلى تبقى البطارية مش مغشوشة وسليمة. نيجي للثلاث أطراف اللي طالعة من موجب البطارية. طرف بيروح للسلف او المارش او الستارتر، مهم جدا، بيروح مباشرة بدون فيوزات، بيتوصل دايما بالطرف ده، دي اسمها الدقمة او كويل او ملف توصيل الاطراف. ما اقدرش ان انا اوصل البطارية على السلف او بادئ الحركة، ما اقدرش اوصلها مباشرة او بفيوزات او بريلي، لان المارش او السلف بيستهلك او بياخد طيارة عالي جدا في البدء، لانه بيشغل السيارة او المحرك من السكون الى لحظة الانطلاق، فده مهم جدا. عشان كده باخد السلك مباشرة الى الستارتر او الكويل الخاص بالتوصيل او الدقمة زي ما بنسميها في السوق. طيب الدقمة دي او اطراف التوصيل دي بتشتغل ازاي؟ هلاقي هنا في طرف اهو، الطرف ده هو الطرف الموجب، باخد منه كهرباء من الريلي زي ما هنشوف كل شيء بالتفصيل مع بعض في الحلقات القادمة. بدي كهرباء للدقمة او الكويل ده يوصل الطرفين دول ببعض، يبقى كده توصل طرف موجب بالسلف او بالمرش. طيب الطرف السالب متوصل ازاي؟ متوصل بجسم السلف او المرش. يبقى مهم جدا لو الطرف ده او الجسم مش مربوط كويس مع محرك السيارة وارض السيارة مش مضبوط، بيعمل مشاكل كبيرة جدا، وممكن تتأخر معاك السيارة في الدوارة او يحصل فصل وتوصيل لو الارضي مش متثبت كويس ويسبب معاك مشاكل كبيرة. يبقى كده خلاص اول طرف وصل من البطارية او موجب البطارية بالسلف مباشرة اهو. الطرف التاني هيروح فين؟ الطرف التاني هيروح للدينامو. الدينامو عندي طرف مهم جدا، هلاقي الصامولة بتاعته اهي، الطرف ده بيتوصل مباشرة على البطارية. هلاقي الطرف ده اهو، ادي الطرف اللي قلنا عليه اللي باللون الاسود اهو، متوصل
مع الضفيرة بالشكل ده كده تحت الكفر، وجاي واصل للبطارية. وبعد ما شفنا الطرف الموجب والأطراف الرئيسية اللي بتتوصل من البطارية مباشرة بدون فيوز أو حماية إلى الدينامو وإلى السيلف أو المارش، هنروح للبطارية ونشوف الطرف السالب الآخر متصل بإيه. هلاقي عندي هنا في طرفين أهم، الطرفين واحد متوصل بجسم السيارة بالبادي أهو مربوط بالمسمار ده، والطرف التاني لو مشيت معاه هلاقيه متوصل بجسم المحرك مباشرة وظاهر المسمار الخاص بيه أهو. يبقى كده وصلت السالب مش على اللوحة أو على علبة الفيوزات، لا وصلت السالب على طرف أو على جسم السيارة والطرف الآخر على المحرك عشان أدي المحرك كهرباء. هنروح لتاني شيء وأهم شيء، علبة الفيوزات. كل سيارة وحسب تصميمها بيبقى فيها أكتر من علبة فيوزات. ليه الكلام ده؟ هنشرحه مع بعض بالتفصيل، ما تقلقش هقولك على كل المعلومات. عادة علبة الفيوزات اللي بتبقى جنب البطارية بتبقى للفيوزات الرئيسية اللي أمبيرها عالي، والريليهات المهمة جدا اللي بتشغل المراوح، بتشغل الستارتر أو بتبدأ أو بتخلي السيلف يشتغل. السيلف اللي شفناها مع بعض قبل شوية بيشتغل أيضا بريلي، والريلي موجود هنا في العلبة دي. هنبدأ في فك العلبة. طبعا زي ما قلنا السيارة حسب تصميمها ضروري يكون في علبة فيوزات في المقدمة، علبة فيوزات أسفل المقود أو على اليمين أو على اليسار حسب التصميم. أحيانا في السيارات الكبيرة بيبقى في علبة فيوزات في مؤخرة السيارة. أول ما هتفتح كده علبة الفيوزات هتشوف أشكال متعددة وأشكال مختلفة. هتلاقي اللي بالشكل ده المربع ده عبارة عن ريلي، وهنا دي الفيوزات. وفي مصطلحات مهمة جدا في الفيوزات، كل لون عشان الصانع يسهل عليك الأمر، كل لون بيعبر عن أمبير معين. هلاقي الفيوز اللي باللون الأخضر مكتوب عليها 30، يعني بتتحمل 30 أمبير. الفيوز اللي باللون الأصفر الفاتح ده 20 أمبير. الفيوز اللي باللون الأحمر الفاتح 25 أمبير. الفيوز اللي باللون الأزرق 15، وهكذا. هتلاقي كل لون مكتوب عليه قيمة الأمبير أو مقدار تحمل الفيوز للأمبير ده، وحنشرحه أيضا بالتفصيل لأن ده مهم جدا. هلاقي فيه فيوز تحت أهو، الفيوز ده باللون الأحمر مكتوب عليه 10 أمبير. يبقى إذن حسب لون الفيوز بعرف الأمبير، وهو كمان بيبقى كاتب لي عليه. بلاقي فيوز أو بلاقي مربعات كده، المربعات دي زي ما يكون عليها زجاج، دي فيوز أيضا ولكن فيوز أمبيرها عالي. هلاقي الفيوز مكتوب عليه 30 40 50 50 أيضا حسب الألوان. دي فيوزات. طب سؤال مهم جدا وعايزك تجاوبني عليه، الفيوزات دي أمبيرها عالي، لو جمعت الفيوز ده هلاقي 30 و40 و40 و50 و50، لو جمعت دول هلاقي دول 170 أمبير. طب دول 170 أمبير بدون باقي الفيوزات، والبطارية شفناها مع بعض 40 أمبير فقط. إيه اللي بيحصل ده؟ هل الكلام ده منطقي إن مجموع الفيوزات يبقى أضعاف أضعاف أمبير البطارية اللي بتتحمله؟ مستني إجابتك يا بطل في التعليقات. بعد كده هننتقل للريليهات. الريلي عبارة عن ايه؟ الريلي عبارة عن قطعة من القطع الكهربائية الهامة جدا، بيبقى له طرفين. لو لاحظت هتلاقي عندي هنا طرفين للكهرباء وبيبقوا باللون الغامق زي ما انت شايف كده، هتلاقي لون نحاسي، دليل ان هم دول اللي بيوصلوا ويفصلوا الكهرباء، وطرفين الكويل. طبعا هنلاحظ ان هنا في طرف ثالث، هنشوف دلوقتي ونجرب على البطارية عشان نعرف الأطراف وأطراف التوصيل والأطراف الخاصة بالكويل. أهم شيء أطراف الكويل. هجيب سلكة واحدة بس أهي، السلكة دي هعريها من الجناب، وزي ما قلنا الطرفين الصغيرين دول هم طرفين الكويل. الكويل ده عبارة عن إيه؟ كويل تشغيلي. أول ما بتوصل كهرباء على الطرفين دول بيبدأ الكويل الداخلي يوصل الطرفين دول. طب ايه فايدة الكويل كده؟ ان انا بتعب نفسي ما انا اوصل على طول؟ لا، الكويل له فايدة مهمة جدا، ان هو بيتحمل تيار عالي. لو انا وصلت مباشرة بالسلك الصغير ده، شايفين مساحة مقطعه، وحنقولها بالتفصيل في الحلقات القادمة ان شاء الله، مساحة مقطع السلك ده صغيرة
شوف مساحة مقطع سلك الريلي او التوصيل الخاص بالريلي، بيتحمل امبير عالي، عشان كده دايما استخدم الريلي. ووصلت التكنولوجيا الحديثة في السيارات لاعلى مستوياتها، ولكن لازلت استخدم الريلي. هاخد السلكة دي اهي، سلكة واحدة، هوصلها بطرف من اطراف الريلي بالشكل ده كده اهو، وحاجة على البطارية طرف موجب، اي طرف مش مشكلة، طرف الموجب اهو وصلته، وحاجة بالطرف التاني اوصل على السالب، الطرف اللي احنا قلنا عليه. هنسمع الصوت مع بعض، سامع صوت التكة او التكة دي؟ التكة دي معناها ان الريلي شغال او الكويل الخاص بالريلي شغال. في حالات من الحالات الصعبة بيبقى الريلي شغال بيدي صوت معاك، ولكن بيبقى فيه كربون او خلل على الريش نفسها، الخلل ده بيمنع التوصيل او بيخلي القطعة او الشيء اللي انا بوصله على الريلي يشتغل ويفصل مع الحرارة. اشتغل تمام كده. لما بدي كهرباء زي ما قلنا الريلي على الطرفين دول الصغيرين بيوصل معايا الطرفين الكبار دول، عشان يفصل ويوصل اي جزء من الاجزاء اللي موجودة عندي في السيارة، واللي هناخدها ان شاء الله بالتفصيل. هاجي بقى للرموز اللي موجودة على علبة الفيوزات. لو ركزت كده اول ما بفتح، هنركز في فتح علبة الفيوزات. بفتح علبة الفيوزات كده على طول، بقلب العلبة بالشكل ده كده، اتقلبت معايا، بوجهها حسب شكل القطع اللي موجودة عندي. لو وجهتها بالشكل ده كده هلاقي عندي الفيوزات اهي، ادي 1 2 3، ادي الفيوزات التلاتة اللي فوق. هنا المكان ده ملغي، هلاقي مكتوب على كل فيوز بيعمل ايه، وهناخد الفيوزات المهمة. هلاقي العشرة امبير ده الخاص بالهورن، كاتب لي عليه الهورن اللي هو البوري او الكلاكس. هاجي على الاتنين ريلي، هلاقي ده اول ريلي اللي هو باللون الازرق، هلاقيه مكتوب اس تي. اس تي معناها ستارتر، ده اللي بيشغل السيارة. وتاني ريلي هلاقي مكتوب عليه فان، دي المروحة الرئيسية الخاصة بالسيارة. هنروح نجرب كده ندور ونطفي وحضراتكم معانا، عشان نشوف هل فعلا ده الخاص بالستارتر او تدوير السيارة ام لا. هندور الاول وهو موجود، وبعد كده نشيله ونجرب. كده دارت معايا السيارة، هطفيها وارجع تاني اشيل الريلي. ادي الريلي اللي باللون الازرق اللي مكتوب عليه ستارتر. زي ما قلنا هتعرفوا ازاي بالخبرة، الطرفين الخاصين بالتوصيل هما اللي باللون النحاسي ده الاحمر، وطرفين الجهد المنخفض او التشغيل الكويل هما الطرفين دول. ايضا عايز تعرفهم ازاي عشان تتأكد، عشان يبقى كل شيء تمام، طرف السلك اللي معايا اهو هوصله بالريلي بموجب البطارية اهو، عشان تشوف معايا، والطرف التاني بالسالب. سامع الصوت اهو؟ يبقى كده انا اتأكدت من ان الريلي سليم. هو سليم لسه مدور معايا، وهرجع تاني ادور السيارة والريلي بره. هاجي ادور السيارة، ما بتدورش معايا زي ما انتوا شايفين، عشان انا شايل الريلي الرئيسي الخاص بالتشغيل. كل شيء بيشتغل واللمبات بتشتغل في التابلوه، بس السيارة ما بتدورش. يبقى كده الريلي ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو يوصل لي كهرباء للسلف او المرش عشان يشغله. هل ممكن اعمل سلكة كده عشان اختبر واشوف المرش هيشتغل معايا ام لا؟ بسيطة جدا، هنعمل اختبار، نضع سلكة او وصلة ما بين الطرفين دول ونشوف ايه اللي هيحصل معانا، وهل السلف او المرش هيشتغل معايا ام لا. ادي السلكة اهي، هنضع الاطراف دي ازاي؟ زي ما قلنا الريلي بيجيله كهرباء من السويتش الرئيسي بتوصيل
الكهرباء للكويل، بعد كده الكويل يبدأ يوصل الطرفين دول اللي باللون الأحمر. يبقى لو السيارة مش شغالة عندي ما بتدورش، وارد جدا يكون الريلي ده فيه مشكلة. هنيجي نختبر بقى السلف أو الدايرة نشوفها شغالة ولا لا. على الطرفين دول الريلي بيركب كده، يبقى أنا هاجي على الطرفين دول كده وأبدأ أوصل وأشوف هل في كهرباء ولا لا. طبعا أكون حذر لأن السلكة دي هتتحرق مني وتسبب لي مشكلة في التيرمينال، ولكن أنا هجرب بسرعة. شايفين حضراتكم بدأ تشغيل السلف أهو أول ما وصلت الطرفين دول. يبقى أنا كده خلاص، يبقى أنا كده بحيلة بسيطة سلكة قدرت أحدد إذا كان الريلي أو الكويل أو الكونتاكتور الخاص بالسلف تالف أم سليم بكل سهولة. وهناخد كل الأشياء اللي موجودة في اللوحة دي باحتراف وتصميمها وكل شيء، ولكن عايزك تتابعني في الحلقات. وعشان وقت حضراتكم هنكمل إن شاء الله الحلقة القادمة، وما ننساش الطرف الثالث اللي جاي من البطارية واصل بلوحة الفيوزات. يبقى كده الطرف الموجب عندي ثلاث أطراف، طرف رايح بلوحة الفيوزات، طرف رايح بالسلف أو المرش، والطرف الثالث رايح بالدينمو أو الألترنيتور. طولنا على حضراتكم في الحلقة، مهم جدا تابعونا في الحلقات القادمة إن شاء الله، هنكمل كل شيء وهتتعرف على كل شيء، وحساسات السيارة وإزاي بنختبرها وإزاي بنعرف نظرية عملها وكل شيء بالتفصيل. ما تنساش يا بطل السؤال اللي قلت لك عليه قبل شوية، ليه مجموع أمبير الفيوزات دي بيتعدى أمبير البطارية أو أضعافها بمراحل؟ أشوفكم الحلقة القادمة إن شاء الله، ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم، وشكرا جزيلا لكم.